له بس حيبي مراد عيدتي ما عرف كان رح تلقى الحكايه وقعت له شوفوا معاه هاي هون ديرا غير جديد مع عمي مراد نشوفوا معاه وش كاين الحكايه كان بروبوزي له حكايه نقولوا يمدي شي جرب باش نخلصهم في عنابه هاي نشوفوا اسكو يقبل ولا لا ثم ما يقبل هاي هاني جيت ها اسمع راح نطمدي منك واحد الحاجه مش لي انا اسمع العنابه راح كش ما عندك اشجار هكا زايده ولا حاجه نخلصوها من هنا في عنابه الدنيا راهي بلاد بيطو هاي قول لي من الاخر هاي السلام عليك هاو بدينا هاو بدينا بريطانيا هاي مش هتخطب عمي هتخطب الجزائر الجديده كيف خويا ونجد ويحكي لي ديش تاع الجزائر الجديده يا حسن انا من عندنا حاب نروح بد فعل نشوف نفسي واني مدي يا خويا بوكي دو فلور بون لمن لمن الجازه في وسط الجزائر ولد مرشوكا قلنا سيدي تخدا قلنا احمد الحرسي اها وسط الجزائر ربي يرحمه ولد مرشوكا يا بلا سيدي عبد الرحمن نروح متفاهلين برك يا خويا الى نشوف نفسها واحد تاع العاصمة لا راه الجزائر الجديدة ويني الجزائر الجديدة؟ ما كانش خادمة راه الجزائر الجديدة نشوفها ويني الإدارة تاعها هاي روح هاي نعتنا الخرقة في عندنا فين معايا من هذيك أرواح أرواح فين برا؟ أه قول وش أنا جوبونس قالوا راح تخطب أنا حسب نشوف هذا لا أبو دو نوار ومنها جديد يا خويا كتبت قصيد جديد على الإدارة اسمع راح نضموني منك حاجة الدنيا راهي تشوفها نخل جابونا غير نخل عندك اشجار انت نجم نغرسوا بها شحال من شجره تقدر تهداها العنابه هاي نهدي العنابه 10 قدا 10 شجرات 10 بركه شوي الدوله ناقصه سورد 10 برك لا يا خويا هاي 10 شويه دعموني انا يا ودي حتى 10000 وندور عليها كل صباح نداويها ونسخها 10 زيد شويه زيد نعطيهم 10 من عندي هاي 10 في خاطر العنابه هاي اسمع القصيده الجديده هاي قلت يا 10 نكملوا لك بها هاي انا كتبتها بالموسيقى هذه المقطوع تاع الموسيقى اها تاع واسمه عمر العشاب طلع منك يمك عمر العشاب نخرج معاه ديما انا الفيديو او يسمع فيا في الجزائر صورنا هاك او يسمع فيا نخرج نشوف قاعد معايا في القهوه اللي كان كاسبها العنقه رحمه الله في المراكوب قاعد معايا هو والشيخ الناموس اليوم قاعده مع عمي مراد انا الشيخ الناموس وهو والزاهي ربي يرحمهم مازال حي الناموس مات وفاهم وقريقر قعدوا معايا في القهوه تاع مسمى فاهم
وكان ما حسن خويا ربي يرحمه يشتري شمرة يا بالواحد اللي كانت تصور يا هو قاعد طيح لي كل شيء. يا الإدارة وخسارة عليك يا الإدارة وخسارة عليك لعبتي بيا وحرام عليك الجزائر جديدة باينة وباينة عليك وباينة باينة وباينة عليك هاي الإدارة وخسارة عليك هاي الإدارة وياك يا حقارة 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 سنوات من عمري محسوبة عليك محسوبة 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 عليك هاي يا شبابنا هاي يا شبابنا الهجرة السرية وغير غير ليك ليك وفيها الخير وليك وليا وخير خير ليا وليك المحسوبية هي المديرية المحسوبية والرشوة الرشوة خرجت عليك والبيروقراطية والرشوة الرشوة خرجت وخرجت عليك والشهرية والشهرية زيادة ليك وليك وليك مرحبا بولاد سيادك مرحبا بولاد سيادك إذا جاو جاو ليك الجريدة الرسمية والجريدة والرسمية تحضر كل شيء وسهل سهل وبين يديك آه الطاعة لولي تزيدك لا يغضب عليك يغضب عليك وتقول له مرحبا مرحبا وتولي كيما القطة وترمش وترمش في عينيك وتولي كيما والقطة الزينة وترمش ترمش في عينيك آه يا الشهداء يا الشهداء احنا عهدنا عهدنا مندور عليك مندور عليك انا عهدتك مندور مندور عليك الحقيقة مرة 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 خلي نموت ونلحق بيك خلي نموت ونلحق بيك هاي الإدارة كرهتينا في بلادنا وناسنا في بلادنا وناسنا وكرهتينا في بلادنا وناسنا ذنوب ذنوب عليك عليك وصدمتينا في البوليتيك بلادنا ما هيش مسلفينها بلادنا ما هيش مسلفينها حروها رجال يا وحد الخابث حروها رجال يا وحد الخابث حروها رجال قول الإدارة خابث خابث آه الحرية خرجت عليك كاين ربي كاين ربي نهار يدور عليك نهار نهار يدور عليك الدنيا الدنيا يا شريدانا والدنيا الدنيا يا شريدانا كل حاجات واللي مسهلة كل حاجات واللي مسهلة ونهار يتقلب قلب عليك ونهار تطفت واللي كل حاجة على الشعب ثقيلة وعلى ولاد سيادك خفيفة عليك خفيفة خفيفة عليك عليك الرجلة والشخصية اللي كسبتها أنا ما كسبتيها ما كسبتيها ربي يهديك ربي 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 يهديك ربي ربي وربي يهديك ربي 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 يهديك يا الإدارة وخسارة عليك بيروقراطية والمحسوبية زديها الرشوة خليك 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 قراتيني في وطني ودخلتيني في البوليتيك ودخلتيني في البوليتيك ولاد زيادك إذا جاوك أصحاب الشكارة تولي تمرحب كيلولية وترمش ترمش وفي عينيك راي بينا بينا وعليك بينا 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 وعليك نهار يا من ربي تترد عليك تترد عليك ويترفدوا رجليك الدنيا ساعة والنفس طمع والقبر صندوق العامل السلام عليكم صحيت الشيخ صحيت الشيخ راه مع السي شكون اخونا السي شكون اخونا بوساحه راه مع السي شكون هذا جواب تاع واحد جبان هذا جواب قال لك حتى حكى والمقاول يقسم لك يحفر ويدق الانابيب تاعه ويكمل ويقسم لك الشغل ستها فيها سهله المقاول اللي يعاود عيد للمقاول قلت له شوف كاين قانون يتبع القانون معليش عوضني نخرج وين تصفر قطاع ونخرج للويسي ونجيب واحد ونديروا اللونجاجمون انا وياك
سرقه البريمي يديروا كل واحد هذا مش من سرقه الشجر عندها عاليه لك تبدا الساعه كنا من خمسه الصباح ولا خمسه نشتي ونعاود وزدنا ندير رساله التبون يا تبون قلت ندير السد الاكبر انا راي 500 شجره نحاوها لي البلديه نحات لي شجر هاني رصيدها وكبر مطيشه طرفو بيبليك نحالي شجر وزدت لي دروليك نحات لي شجر انا السد الاخضر قاعد نخدم فيه من روحي ما دعمني يا سي تبون نحبوا نشوفوا الجزائر الجديده قالوا حل السد راح يهبل الرساله العاشره ليك يا سي تبون قالوا حل السد تبون الرئيس عمي تبون عمي تبون عمي تبون ارحمنا برحمة ارحمنا يا عيا والله غير عيا والله عاوننا عمي تبون والله عيا مسكين يعني عبد صالح فوق الارض يا عمي تبون وما طلبتش المحاله اللي معاهم ولا قابوا باللي فيديو انا مش راجل اعمال نسرق السوارد وقعت في الكليماتيزار انا في البر القايله تاكل فيا القايله تاكل فيا ليل ونهار والسلام عليكم هذا واش تصحك تفضل تفضل تحبوا نحكيوا امر اخر نحكيوا فيه كيف تحب انت والله العظيم هاي يا خويا الكواغي ديال البوليتيك الكواغي طاحت الكواغي ما تخافش من هاني ناطق قداو لهيه كفر ربي كفر ربي صاي نصليو الجماعة لهنا صاي انا بربي ان شاء الله تبون تبون حاس فيه الخير انا يا ربي سهل ان شاء الله حاس فيه مبادرة خير انا حاس فيه انا طيق فيه تبون طيق فيه شايف فيه مبادرة بصح الإدارة راهي خير هيك كتبت لها مباريات واحد ما رش قلت يا رجع لك وسيط الجمهوريه الجمهوريه برا واش قال لك واش قال لك قال رجع لي واش كي واش واش رجع الدولة الاداره ثاني يضروا لك واش قال لك 50 شجره قال لك مش ممسين لها لكش مش منها زلات المدير شافها يقول والمدير هذه ثاني يضروا لك كانت مش ها مديره حطوها ولات مدير لا انا نعرف فاهم سي بون بالقانون خويا ما يحترموش القانون القانون درك انا وانت نحترم كيما تخدم في اداره ما تحترمش القانون الحيوان تسمى ما تشعب حيوان مفترس ولا كاين الناس من وراك كشما واحد يضرب بك التليفون زاي تحبس العداله يحبس كل شيء بينك كيما كان انا عن كلمه تعيتي جيت ولا لا يسري ما يخافش من القانون اه وما يخافش من الدستور فاهم الدستور يحمي الكبير والصغير صح الدستور هذا معمول لكل الجزائريين حتى كون يكونوا ناس ماهم جزائريين عايشين في الجزائر يحميهم الدستور هذه باينه كل واحد وحقه صح الدستور المبدا ديال الاسلام والشرع الاسلامي يحميه كيما حنا تلقى مدير ولا والي ما يخافش من القانون يعفس ويعدي ربي ان شاء الله يبين الحق ان شاء الله مالك ماذا بيا خويا رجال الخفاء نوضوا خويا نوضوا تحركوا رجال الخفاء اخدموا خدمتكم هي بلادكم اخويا وين رايحين نروحوا هي بلادنا اخويا صح حروها جدادنا احنا في حرب من وقت زندلوس ولا الحرب من فتوحات الاسلام واحنا في جهاد اكبر غير ما تتحرر البلاد ونعيشوا رجال ما نعيشوش موطن راسنا علاه اخويا علاه ما نعيشوش كل خاوه اخويا والناس الكل تخدم والناس الكل تتمتع بالحريه فاهم لي دروات الظلم ما كانش قبل شيء ما كانش كي ما نديش حقي انا في الاداره صح يا سيدي روح عند الاداره والله واحد ما رجع لي فوري ما رجع سلاحه ما رجع ليدروليك ما رجع سمي معايا البلديه ما رجع دونك انا ما كانش اداره ثم ما واش قاعدين نديروا بهم خرد هذوما سيدي زوردير تبع ما يرجعوش المديريين هاك مخرد قاعدين تتربوا بالاداره وان جاء كاين قانون يجي يعطيك الكف وين يحيك تقول لك تقعد دور كي الوليه برا تولي تطلق ما تعيش دوك تعرف الجزائر قيمه الجزائر أم حراها مش أكثر من مليون ونص شهيد ما تعلم البلاد هذيك صح قاعد أنت كليماتيزار ومريح تحقر في الشعب تستفزوا في المواطنين ورايحين بها أو نعاود إن شاء الله نعاودوا لها وقت المغرب بركة اسمع راني نعاود نجي إن شاء الله سي بون كلمة راني نصليو مع بعضنا إن شاء الله صليو لهنا صليو لهنا هاي صليو جماعة هاي بسم الله الرحمن الرحيم ها صليو جماعة في الأرض تاع سي بون سي بون سي بون هاي كملوها سي بون سي بون هاي بسلام هاي بس عقب الليل هذا عقب